كبير المملكة العربية السعودية وفي خليجنا الكبير في دولة الكويت وفي دولة قطر ودولة عمان ودولة البحرين ودولة الكويت ودولة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو علي عبيد عسيري يحييكم من هنا من مدينة أبها وبالتحديد من الصالة الرياضية من مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله الرياضية من مدينة أبها بالمحالة في لقاء كبير، في لقاء أشقاء، في لقاء يجمع المنتخب العماني والمنتخب القطري. وهذا واضح معك مدرب المنتخب القطري اللي هو واضح معك في الصورة بجمع، هو أيضا مدرب المنتخب القطري اللي بيلعب هذا المساء النهائي وبالشعار الواضح العنابي، وأمام المنتخب العماني بالشعار الأبيض. وهذا هو واضح معك الأشقاء العمانيين والأشقاء القطريين في لقاء كبير نتمنى في كل مكان يصل هذا النقل الكبير عبر القنوات الرياضية السعودية وفي بطولة الخليج الثانية للإعلاميين على كأس سيد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد ابن عبد العزيز أمير منطقة عسير. وبعد أن شاهدنا اللقاء الأول اللي جمع الأشقاء، جمع المنتخب السعودي أمام نظيره المنتخب الكويتي وانتهى لصالح المنتخب السعودي بخمسة أهداف مقابل هدفين. وظهر معك حكم الساحة ونتمنى إن شاء الله أن نستمتع بنهائي كبير، نهائي خليج يتنظم من عبر أيضا الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي والمنتدى الدولي اللي قام في أبها وبحضور شخصيات رياضية في المجتمع الخليجي والمجتمع العربي للإعلام الرياضي. نتمنى إن شاء الله أن نشاهد لقاء نهائي يجمع أشقاء المنتخب القطري والمنتخب العماني في نهائي جميل جدا. والمنتخب العماني في هذا اللقاء هشام الوهيبي حراس المرمى، يونس الهادي 13، ايمن 11، صوالي لؤي الوهيبي وايضا 10، واسامه الثقفي 6، وتسديده من بدايه المباراه ياسر الشي 7، محمد سالي 4، عبد الله الريس 9، محمد الزويدي 2، رشاد ورئيس الوقت هو استاذ خميس البلوشي مدير المنتخب مدير المنتخب العماني اليوم ومدرب المنتخب هو سامي اليوسفي. بحاول يلعب، بحاول يسدد تسديده حلوه وجميله جدا، تسديده رائعه من لاعب العماني اللي هو اللي سدد ايمن الصوالي. ايمن هو لديه 7 اهداف من اللقاءات اللي استطاع ان يصل الى النهائي بثلاث لقاءات ب9 نقاط، لم يخسر باي مباراه المنتخب العماني، وامام ايضا نظيره الشباب يسدد تسديدات حلوه وبيصدها احمد خليل حارس المرمى، ومحمد السعدون اللي هو اليوم 6 اللي هو جفار راشد لصالح منتخب القطري في تلو خارج ارضية الملعب. بيحاول يعدي، بيحاول يمرق هذا الفريق، بيعدي بحلوه جميله جدا وين خارج ارضية الملعب. نلعب في الشوط الاول من اللقاء النهائي اللي هو اليوم عبيد جمعة المدرب القطري، المدرب اليوم القطري هو المدرب عبيد جمعة، مدرب كان لاعب سابق في المنتخب القطري. بيسدد حلوة تسديدة جميلة في نقلة، في حال بيحاول يدعر محمد سعدون خلفية للاعبة ل 13 لكن تتخلص. نتمنى يزودون بعض الأسماء، في خطأ، تلعب سريع ناقلها بدوره لمحمد سعدون لخارج أرضية الملعب، لخارج أرضية الملعب.
التعادل لا زال قائم. يجمع الفريق المنتخبين العماني والمنتخب القطري في خطأ واضح على اللاعب سعد بلال، سعد بلال لصالح المنتخب. يونس لعبها اللي هو قائد الفريق اليوم العماني، كسب ايضا المنتخب القطري، كسب احد مبارياته وتعادل المباراه ووصل باربع نقاط الى المباراه النهائيه. الفريق المنتخب الوحيد الذي لم يخسر في هذه البطوله المنتخب العماني، وايضا يقدم مستويات كبيره ومتهيئ ومنسجم، لم يخسر اي لقاء، كسب جميع لقاءاته اللي لعبها في هذه البطوله الخليج الثانيه للاعلاميين في نسختها الثانيه. زي ما قلنا النسخه الاولى قيمت في دوله البحرين الشقيق، وفي ايضا خطا لصالح المنتخب العماني في خطا. التعادل قائم، شاهدنا اللقاء الاول لقاء كبير جدا واضح، متواجد اللي هو ايمن الصوالي، ايمن له 7 اهداف يحاول يسدد وحلوه في المرمى هدف الاول، هذا 8 اهداف اصبح الصوالي، ايمن اصبح 8 اهداف له رصيده 7 اهداف والان الهدف الثامن. اللاعب يحاول يحصلها، بيحاول يمررها سعد بلال، سعد بلال الخلفيه للمنتخب القطري، نقلها سريعه اماميه بيلعبها وفي صافره اللي هو حكم الساحه اليوم سعد عوضه في درجه اولى، حكم اول، حكم ثاني عبد الرحمن اهلي مبلز اولى، وحكم ثالث ميقات عبد الله الاحمري، وحكم ميقاتي سعد حيان درجة أولى. تلا أمامي خارج الملعب، ولا زال المنتخب العماني متقدم بهدف واحد مقابل لا شيء. يونس يبحث عن تميم، بيحاول يعدي، ناقلها خليه أيمن ليونس، لا زال الكرة لصالح المنتخب العماني، المنتخب العماني هذا اللقاء لقاء الأشقاء، لقاء كبير جدا، ولا زال متقدم المنتخب العماني هدف، تتخلد ليل وثما في متابعة وخارج أرضية الملعب لصالح المنتخب القطري. المنتخب العماني بيمثل اليوم هشام الوهيبي رأس المرمى، ويونس الفا 13، وايمن الصوالي 11، والوعي الوابي 10، واسامه الشاسي 6، وياسر الشبلي 7، ومحمد السالي 4، وعبد الله الريس 9، محمد زواد 2، ورشاد زابي اباوح لصا حارس المرمى، برافو حارس المرمى احمد خليل، احمد خليل خارج ارضيه الملعب بينقذ مرمى لحارس المنتخب القطري اللي بيقدم مباراه امام نظير المنتخب العماني بيلعبها. يمثل المنتخب القطري في هذا اللقاء احمد خليل راس المرمى، محمد سعدون 11، سعد بلال 4، عبد الله السالم 3، وجفار راشد 6، وعبد العزيز حسن 10، وعادل خميس 7، واحمد خليل 8. على فكره لاعب جفار راشد وعبد العزيز حسن وعادل خميس واحمد خليل لعبوا للمنتخب القطري المنتخب الاول، لكان ظهير يمين اللي هو جفال صاحب خبره، ومنتخب القطري عبد العزيز حسن وسط كان، وبتتذكروا الجماهير في متابعات في دورات الخليج في البطولات ومناسبات لعيبه خبره وكبار. ايضا المنتخب العماني بيقدم مباراه كبيره واستطاع ان يصل للنهائي ب9 نقاط الى هذه البطوله في نسختها الثانية. شكرا لكل من ساهم،
في هذه البطولة في هذا التجمع الخليجي الكبير. الداعم الأول هو أمير المنطقة، أمير الشعر وأمير الفروسية، سيدي صاحب سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. وأيضا نشكر أيضا سالم الحبسي، سعادة الأستاذ سالم الحبسي رئيس الاتحاد الإعلامي الخليجي، وأيضا نشكر أستاذ فواز الشريف وأعضاء الاتحاد أيضا الخليجي، والحضور الشخصيات الكبيرة من سعادة الأستاذ منصور الخضيري رئيس عام للشباب السابق للشباب، أستاذ علي داوود، أستاذ علي حميدة، كثير أسماء كبيرة، أستاذ خالد الدوس، أستاذ خالد الحسين مدير النشر والإعلام برئاسة عام للشباب السابق، شخصيات كبيرة لم تحضرني أسماءها تواجدت هنا. أستاذ الأستاذ بيحاول يعدي ناقلة أمامية في أجمل صالح المنتخب العماني الذي متقدم بهدف واحد. شاهدنا اللقاء السابق مباراة كبيرة من المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي، استمتعت الجماهير ولا زلنا احنا نستمتع في أجمل صالح المنتخب القطري. ناقلة بيحاول يحصلها، ناقلة صحيحة تحت 18 وخلية في الوسط، لمسات إبراهيم سعد بلال، سعد بلال بيلعبها لمحمد سعدون، محمد سعدون ناحية اليسار بيحاول يسدد، حلوة تسديدة جفال راشد لاعب المنتخب اللاعب الدولي السابق للمنتخب القطري، هو اللي سدد. هذا هو، شوف هذا لاعب للمنتخب القطري، وتتذكر الجماهير الرياضية في دورات الخليج والبطولات، لاعب كبير أيضا، مثل أيضا المدرب، أيضا المدرب عبيد جمعة أيضا كان لاعب السد القطري والمنتخب القطري، اليوم هو المدرب الفريق، وكثير أو جو شخصيات كبيرة قطرية تواجدت هنا، أشقاء وأحباء، أيضا شخصيات كبيرة أماراتية عمانية كويتية كثير، العمان البحرين الأشقاء اجتمعوا هنا في المحبة والمودة وتبادل الخبرات والسعادات، والتجمع الخليجي دائما له نكهة خاصة بالتواصل والتطوير. وشهدت أيضا منطقة عسير المنتدى الدولي للإعلام الرياضي، وكان من المنتديات الكبيرة في النسخة الثانية، وحتى بيلعب حاول يعدل المنتخب العماني، لازال هو لازال معدي شوية ولازل، والمنتخب القطري يحاول أن يقدم أيضا مباراة كبيرة، قد ربما المنتخب العماني يحاول يجسر النبض حتى لو لعب مباراة سابقة وكسبها أمام قطر، لكن قطر بيلعب نهائي لابد يقدم مباراة كبيرة بخبرته. أيضا عمان يبغى كله، المنتخب العماني يريد الكاس والمنتخب القطري يريد الكاس، وربنا يوفق المنتخبين أشقاء وأحباب وغالين عليه جميعا. شاهدنا كلهم ونتمنى التوفيق للمنتخب العماني، المنتخب القطري، المنتخب القطري، المنتخب العماني، نتمنى لهم التوفيق. هذا المساء من هنا من مدينة أبها من الصالة الرياضية من مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، وهذا هو اللقاء الثاني، وهذا هو اللقاء النهائي لبطولة الخليج الثانية بنقلة. بحاول عمر عدي قائد الفريق على فكرة، هذا يونس البادي، يونس خبرة بأجمال هذا المتعشف لعبها، برافو برافو أحمد خليل، أحمد خليل يعني ممتاز جدا، أحمد خليل مباراة كبيرة، أحمد خليل على عدية، أحمد خليل بحال ويلعبها. أحمد خليل هو أيضا على فكرة كان حارس منتخب القطري، أحمد خليل خبرة الحارس الآن المنتخب القطري الإعلامي، هو كان حارس المنتخب الأول القطري، يعني لاعبين خبرة يمين هذا بحاول عدي مشاهد الخلفية، نقلات جميلة ولا زلنا أيضا نستمتع بتسدد تسديدة حلوة لصالح المنتخب العماني. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان من هنا من مدينة أبها من المنطقة الجنوبية، منطقة عسير التي اجتمع فيها كل الخليجيين في البطولة الثانية، بيحاول لعبها بتتخلص، بيحاول الخلفية لسعد بلال، سعد بلال يذكرنا باللاعب المنتخب القطري السابق بدر بلال، اللاعب الكبير، اللاعب بدر بلال الإعلامي الكبير واللاعب القطري الكبير، يذكرنا فيه اليوم الأشقاء بالشعار العنابي، المنتخب القطري الأشقاء العمانيين بالشعار الأبيض، تلعب خلفية يحاولوا يسحبوا اللاعب، يشوف لذاكرة متحفظين شوية، وفي تغطية سريعة من اللاعب، بيحاولوا يشوف تغطية واضحة
ومتواجدة من لاعبي المنتخب العماني، لأنه أيضا استطاع أن يكسب كل اللقاءات العماني أمام المنتخب السعودي أمام المنتخب القطري. ما أنت بحلوة حلوة حلوة حلوة، لفة جميلة لعبها جفار راشد، خبرة لعبها ومرت بسلام جوار القائم اليسر وحارس المرمى اللي هو هشام الوهيبي بحال عباب نقلها نقلة لعي الوهبي نعي نقلها في النص حلوة تقطع سريعة يقول له ماشي يحاول تسديد اشوف هجمة سريعة بيسدد الله نقلات حلوة 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 نقلة قطرية سعد بلال لعبها وحولها لجفار راشد وانتهت لا شيء مباراة جميلة من المنتخب العماني والمنتخب القطري يعدهم في أجواء جميلة حلوة 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 حارس المرمى أحمد خليل أحمد خليل بيقدم مباراة كبيرة وهذا الأستاذ محمد العالم إعلامي كبير اليوم هو مدير المنتخب القطري ويتابع أشكر أيضا كل المنظمين هنا محمد السويد الأستاذ الكابتن أحمد محرز وجميع الزملاء ويحيى المازني كل المنظمين في هذه البطولة الأستاذ يحيى المازني وكل المسؤولين عنها وأيضا علي حتر كثير من الأسماء اللي ما تحضرني الآن أتمنى التوفيق وكل شكرا لكل من ساهم ولكل من استضاف في هذه البطولة. في هذا الوقت مستقطع مدة زمن دقيقة واحدة نلعب في الدقيقة في الشوط الأول بين الأشقاء الخليجيين طاقم التحكيم اليوم اللي زي ما قلنا مكون من الأستاذ سعد عوض بهيد وحكم ثاني عبد الرحمن آل مبلس وحكم ثالث عبد الله الأحمري وحكم ميقاتي سعد حيان. مباراة كبيرة جدا وهذا هو اللقاء بين الأشقاء في بطولة الخليج الثانية. هذا واضح معك البدلاء واضح معك في المنصة الرئيسية شخصيات كبيرة من أشقائنا الخليجيين وبيحاول أيضا إذا ضربة ثابتة يلعبها بيحاول يحصلها لحارس المرمى بيلعبها هشام الوهيبي حارس المرمى اليوم بيقدم مباراة كبيرة. لازلنا متقدمين في خطأ حكم الأول سعد عوضة قول في خطأ أيضا الآن بدينا دقيقة واحدة تايم نظام الصلاة دقيقة واحدة زمن بيعطي الحكم الأول سعد عوضة بيعطي دقيقة واحدة وهذا هو نظام الصلاة وزي ما تحدثنا لو حصل لسبعة خمسة أخطاء لأي منتخب والسادسة حتكون ضربة جزاء يحتسبها قانونيا ظاهر بعض الشخصيات الرياضية معنا في الشاشة واضحين قلنا إن شاء الله نتيجة لازالت هدف واحد للمنتخب العماني حضور شخصيات رياضية وإعلاميين واضح معاك الصورة مدير المنتخب السعودي إعلاميين الأستاذ محمد الشيخ بعض الزملاء الإعلاميين لقطات جميلة وشكرا لكل العاملين في هذه البطولة. لازلنا في هذا اللقاء الكبير في اللقاء بين الأشقاء اللقاء الفاينل اللقاء النهائي مباريات هذا المساء جميلة جدا شاهدنا المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي مباراة ممتعة جدا واستمتعت الجماهير والمتابعين ولازلنا إن شاء الله نستمتع في اللقاء النهائي من نجوم كبار في المنتخب العماني والمنتخب القطري أيضا كل يبحث عن البطولة هذا المساء لا شك فيه المنتخب العماني يتمنى البطولة الخليجية الثانية للإعلاميين أيضا يعني بطولة
النسخة الثانية، بينما النسخة الأولى هي أيضا حققها المنتخب البحريني، أيضا المنتخب القطري يتمنى أيضا يحقق النسخة الثانية، اللي لازلنا نلعب في أحداثها هنا في صالة الرياضية في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة يلعب حال عد ناقلها بدور عبد الله سالم، عبد الله سالم ناقلها لسعد بلال، سعد بلال ناقلها أمامية خلفية لخارج أرضية الملعب، منتخب القطري لا زال متأخر بهدف واحد أمام شقيقه المنتخب العماني، سدد تسديدة حلوة عبد الله سالم، حارس المرمى هشام الوهيبي لعبها للؤي الوهيبي، لؤي مقطوعة في الوسط لأسامة، أسامة يلعبها بدوره لأيمن الصوالي صاحب 8 أهداف، ناقلها لأسامة، أسامة خلفية ناقلة حلوة، هجمة للمنتخب العماني يحاول يعدي تتخلص، هجمة مرتدة سريعة بتجي المرمى، في شوف هجمة كان سريعة لعبة سريعة لكن لحارس المرمى للحارس أحمد خليل، أحمد سريعة لعبة تتخلص تغطية حاضرة من المنتخب العماني في لقاء كبير مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، نجدد الترحيب بكم عبر القنوات الرياضية السعودية الناقلة لهذا اللقاء ولهذا أيضا للبطولة الخليج الثانية، التسديدة والخارج أرضية الملعب، لخارج أرضية الملعب مباراة جميلة جدا، لازالت النتيجة متقدم المنتخب العماني على نظيره وشقيقه المنتخب القطري، مباراة جميلة جدا ومباراة كبيرة جدا، وهذا هو حق زي ما قلنا حكم اللقاء سعد عوضة، يعني مباريات كبيرة وحضور كان جماهيري ومتابع، واستطاع أيضا الآن اللي هو اللي حقق المنتخب المركز الثالث لزال ودقيقة واحدة، هذا مستقطع للمنتخبين، هذا في نظام الصلاة واضح معكم المتابعين، هذا بعض المنتخب اليوم المنتخب السعودي الإعلامي والمنتخب الكويتي اللي لعبوا المباراة الأولى، واضح معك لاعبين حاضرين في هذا اللقاء اللي جماعة مقدم مباراة بصراحة كبيرة لأشقاء منتخب السعودي منتخب الشقيق الكويتي، استمتعت الجماهير، ننتظر إن شاء الله أن يمتعونا المنتخب السعودي ان شاء الله، ايضا المنتخب العماني المنتخب القطري ان شاء الله يمتعونا بسهره رياضيه كبيره وفي عرس من اعراس الرياضه الخليجيه، كان ملتقاها الى هذا المساء في عسير، وبعد نشاهد ايضا حراك اعلامي كبير استضافته منطقه عسير، كان الاعلام الرياضي اللي بدا يوم الاحد الماضي، واليوم هي اخر ايضا من ضمن ايضا هذه ايضا البطوله الرياضيه اللي ان شاء الله ختامها مسك هذا اللقاء النهائي، لا زال متقدم المنتخب العماني، لا زال متقدم بهدف واحد مقابل المنتخب القطري، نجوم كبار في المنتخبين، المنتخبين العماني والمنتخب القطري، يلعبها أمامية خلفية في أيضا تغطيات متواجدة اليوم، خطة عملها اللي هو مدرب المنتخب عبيد جمعة مدرب المنتخب القطري اللي بيوجه اللاعب المنتخب السابق ولاعب نادي السد، ومن حوله أيضا الزميل الإعلامي الكبير أستاذ محمد العلم في قناة الدوري والكاف، بلعب حاول رمي في خلف لصالح المنتخب القطري، يأشر له هادي المري، هادي بيحاول يعدي، هادي ما
امامه تغطية حسارة هادي المري، يحاول يعدي يستطيع تتخلص، يحاول يعدي بيمر هجمة سريعة يلعبها حلوة نقلة جميلة حلوة. شوف ناقل جعفر راشد رشاد جعفر ما بيحصل هادي المري، المري من العمانيين منتخب العماني بيحاول يعدي بيمر بحال محمد سالي خلفية خلفية في الأمامية مرة أخرى بيهدد الله برافو أحمد خليل برافو أحمد خليل برافو صدعني كرة قوية حولها ثمان ضربة الزاوية لصالح المنتخب العماني. مباراة كبيرة بيقدمها المنتخب العماني الشقيق المنتخب القطري الشقيق. تتخلص خارج أرضية الملعب تلا هكذا أيها الأحبة أي رياضيون مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان يعني حكم اللقاء الشوط الأول بتقدم المنتخب العماني بهدف واحد. إن شاء الله نلتقي بكم مع بداية الشوط الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.